أنا سعيد التواجد اليوم معاكم مع هذه خيرة المجتمع المدني من رؤساء ومن أعضاء. أنا سعيد لجيتكم اليوم لانطلاق هذه الحملة، هذه الحملة التحسيسية للتسجيل على سجل الوطني اللي كان مطلب كبير عند جميع المجتمع المدني والحقوقيين بامتياز. هذه الحملة، والله هذه القافلة اللي معدلتها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ومع شريكها اللي لا غنى عنه اللي هو المجتمع المدني في الداخل وفي على مستوى نواكشوط. هذه القافلة تجي وفق تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، كما تعلمون في اجتماعه الأخير مع مجلس الوزراء وطلب وقال عن ما يا الله تلا يبقى حد في موريتان ما وسجل على هذا السجل اللي مهم جدا. وهذه مولي القافلة لي تجي تزامنا وبالشراكة وبالتعاون مع اللي انطلقت الأسبوع الماضي مع وزارة الداخلية ولا مركزية بواسطة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة. كما تعلمون عنه سجل عنه الإحصاء عليه أنه مطلب من مطالب حقوق الإنسان، هي عنصر أساسي من عناصر حقوق الإنسان واللي من خلاله جميع الحقوق تجي بعدين. لذلك كذلك أم اللي تعرفوا أم اللي عن جميع المشاريع اللي تطلق الدولة وتطلق الحكومة لإنجاحها لا بد أن نعود نعرف بصفة دقيقة شنو هم ذو السكان الموجودين وعددهم بصفة دقيقة، وهذا عنصر مهم من إنجاح هذه المشاريع. لذلك جينا معاكم اليوم وننتهز هذه الفرصة يكاني نطلب من جميع الفاعلين في هذا المجال من المنتخبين من الناس على التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي، من صحفيين، عن ما يا الله يبقى حد من موريتاني يسوى في مني ما سجل في هذه في هذه الإحصاءات. ونقول في الأخير عن شاكر المجتمع المدني وعنه قطعا عنه هذا النوع من الأدوار طببنا عنه ينجحوا نجاح كبير عدلها في الماضي ونحن نحانوه في المستقبل. تعرفوا عن هذه الحملة اللي توقف 31 دجنبر الجاي، منا عندنا ظرف زمني قصير يلا ما يبقى موريتاني ما سجل فيه بين اللي وراء 31 ديسمبر هذا السجل له ينفض ويعود ما تريين تدخل فيه كيف تدول العالم كامل، دول العالم كامل ما فيها حد عنده سجل مفتوح هذه الفتحة. نحن بنا استعلينا عن ما يبقى موريتاني ما وسجل افتحناه وكان مفتوح غير يلا ينفض ولهنا قفلوه 31 دجنبر ويعود مفتوح لا حالات الأطفال الحديثي الولادة، وهذا طبيعي ولاهين هذا برنامج آخر إن شاء الله ويعود ماتله إن شاء الله في المستقبل ما يخلق لنا أي شيء ما حصينا يسوى في مني. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.